9 انتصارات و6 تعادلات و4 هزائم هي حصيلة الخضر ضد السنغال في جل المباريات التي جمعتهم، حصيلة تضع كتيبة جمال بالماضي في أفضل رواق لاصطياد أسود التيرانغا وترسيخ لغة التفوق عبر التاريخ. مواجهة وإن كان محاربو الصحراء مرشحون فيها إلا أنها تبقى صعبة، خاصة أن نجم البريمير ليج ساديو ماني يقود قاطرة الهجوم ومدافع نابولي الإيطالي كوليبالي حصن الدفاع. صدام الجولة الثانية بين أشبال بالماضي وكتيبة أليو سيسي بدأ قبل الالتقاء على البساط الأخضر بالتصريحات المستفزة تارة والمتوعدة تارة أخرى. احتدام صراع إذن سيترجم على أرضية الدفاع الجوي الذي سيكون مسرحا لصراعات ثنائية أبرزها صراع قائد المحاربين رياض محرز والمتوج برابطة أبطال أوروبا ماني. مباراة شوقت الجماهير لمشاهدة القمة وبعثت الحماس في رفقاء بن ناصر للظفر بنقاطها واعتلاء صدارة المجموعة الثانية.